وأواصل في سرد حكايتي. في سبتمبر 2001 أعلن في البحرين عن إنشاء جمعية العمل الوطني الديمقراطي لتكون أول جمعية ذات طابع سياسي في تاريخ الجمعيات الأهلية في البحرين، والتي يعود تاريخها إلى الخمسينات من القرن الماضي. ويأتي هذا الإعلان تزامناً مع تعديل وشيك موعود لقانون الجمعيات الأهلية الذي يعود تاريخ صدوره إلى عام 1989، وألغى بدوره قانون الجمعيات العام الأول لعام 1959. سأتوقف لأترك المايك لكلمة جمعية التجمع القومي، والتي سيلقيها الأمين العام الأستاذ عبد الصمد النشابة، فليتفضل. الرفاق، أعضاء جمعية وعد، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني باسمي شخصيا وباسم رفاقي في التجمع القومي أن نشارك رفاقنا في وعد في إحياء ذكرى عطرة علينا جميعا، وهي ذكرى رفيقنا المناضل القائد عبد الرحمن النعيمي أبو أمل في العام السادس لرحيله. ونستذكر بكل اعتزاز وفخر دوره الوطني الطويل وتضحياته مع أهله ورفاقه الشاقة والسخية في سبيل الدفاع عن مصالح شعبه والدفاع عن قضايا الاستقلال والتحرر والوحدة والديمقراطية والحياة الكريمة على امتداد ساحات الوطن العربي، انطلاقا من ساحات الدراسة في الجامعة الأمريكية ومرورا بالبحرين والخليج وظفار وبيروت والشام وبغداد وانتهاء بفلسطين. نستذكر رفيقنا العزيز الراحل أبو أمل بكل حب واعتزاز في صولاته الأصيلة ومواقفه الشريفة ووفاء ورؤاه الصريحة والشفافة في كل ما يهم قضايا التحرر الوطني الديمقراطي عبر مسيرة نضالية قاربت 50 عاما. كان أبرزها مواقفه الوطنية العميقة في التعامل مع قضايا الإصلاح الديمقراطي والوحدة الوطنية ووحدة القوى السياسية والقضايا المعيشية في البحرين. وإذا كنا نحتفل مع رفاقنا في وعد اليوم أيضا بذكرى 16 لتأسيسها، والراحل أبو أمل هو أبرز عنوان لهذه الجمعية المناضلة، وعلى يده ويد رفاق مناضلين أعزاء بعضهم رحل عنا والبعض الآخر لا يزال بيننا، تم تأسيسها كأول تنظيم سياسي علني في البحرين إثر السماح بتأسيس الجمعيات السياسية. ولا حاجة لنا للاسترسال كثيرا في الحديث عن مواقف ودور وعد العمل الوطني، فمنذ البداية جاءت هذه المواقف والدور مواكبة ومتفاعلة ورائدة ودافعة لطموحات وتطلعات شعبنا الديمقراطية والاجتماعية والسياسية. وطوال 16 الماضية ما انفكت هذه المواقف عن الذوذ بكل صلابة عن تلك الطموحات والتطلعات. وأننا ننتهز هذه المناسبة لنجدد مطالبتنا بإلغاء كافة الدعاوى القضائية ضد الجمعية، خاصة إنها دعوى لا تقوم على أي دليل مادي، بل وتتناقض مع مواقف ومسيرة هذه الجمعية المناضلة في التمسك بالأهداف الوطنية المشروعة والسلمية والوحدة الوطنية. 16 عاما أيها الأعزاء هي ذاتها عمر تجربة العمل السياسي العلني في البحرين وتدشين مسيرة الإصلاح الديمقراطي التي أطلقها موافقة الشعب بالإجماع تقريبا على ميثاق العمل الوطني، وهي فترة تعتبر قصيرة جدا إذا ما قورنت بالتجارب الديمقراطية سواء العريقة منها التي يبشرنا بها الميثاق أو حتى غير العريقة السائدة في الكثير من الدول وفي مساراتها الرئيسية. وبحكم التجربة المتراكمة
هذه الجمعيات السياسية التي تم تأسيسها لم تخرج تجربة البحرين السياسية عن مساراتها، عن مسارات مثيلاتها في العالم من حيث بروز قوى معارضة ترفض الديمقراطية المقيدة والمنقوصة والتي جاء بها دستور عام 2002 وتطالب بمزيد من الإصلاح الديمقراطي، كما تطالب بالمزيد من الحريات السياسية ومحاربة الفساد والتجنيس وسرقة المال العام والبطالة، وتطالب بالتنمية السليمة وحل مشكلة الإسكان وغيرها من المطالب التي تفاعلت معها قوى المعارضة. كما لم تخرج تلك المسارات عن مثيلاتها في الدول الأخرى من حيث التمسك بالعمل النضالي السلمي والإيمان بدور الجماهير في الدفاع عن مصالحها، وبالتالي ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عنها. نؤكد على هذه القضايا ونستذكرها اليوم لأننا إزاء ما آلت إليه الأوضاع الوطنية بعد مرور نحو ستة أعوام ونصف منذ بداية التحركات الشعبية في فبراير 2011، فإنها تفرض علينا مراجعة كافة المواقف الوطنية والخطاب الوطني. فمما لا شك فيه هو عدالة وسلامة مطالب الإصلاح الديمقراطي التي رفعت، ولا يقلل من سلامة هذه المطالب ما رافق الأحداث والتحشدات من سلبيات ومواقف وشعارات بعيدة عن الواقع، شدت عن المسار الرئيسي للمطالب الوطنية تم استثمارها على الوجه الأكمل لأحداث شرخ عميق في الوحدة الوطنية ولقمع المطالب برمتها. كما أنني أنتهز هذه الفرصة لأجدد مطالبنا بالإسراع في تأسيس التيار الوطني الديمقراطي، ونحن نعتقد أن أحد أهم الأسباب التي مكنت من حرف مسار المطالب الوطنية خلال أحداث 2011 هو محدودية دور قوى التيار الوطني وعدم قدرتها على فرض رؤيتها ومواقفها من التطورات. هذه الرؤية والمواقف التي كانت ستستلهم من تجربتها النضالية العريقة وقدرتها على الحفاظ على سلامة المطالب الوطنية ووحدة الصف الوطني طوال فترة تصدرها لقيادة العمل الوطني. لذلك على القوى التيار الوطني الديمقراطي ومعها الشخصيات الوطنية أن تحث الخطى لبلورة وتأسيس التيار الوطني الديمقراطي، وقد قطعت أشواط بعيدة على هذا الطريق من خلال اللقاءات والحوارات المستمرة، ونأمل أن نرى تحقق هذا الإنجاز في القريب العاجل إن شاء الله. إن مسار الأحداث الوطنية الراهنة وخاصة لهجة الشرق العميق الذي حدث في صرح الوحدة الوطنية يبرز أكثر من أي وقت مضى أهمية خطاب ودور قوى التيار الوطني الديمقراطي اليوم، عدا أن هذا الخطاب والدور هو حاجة مستقبلية جوهرية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والمؤسسات، وعلى عاتق هذه القوى يلقى اليوم مسؤولية كبيرة في المبادرة العمل كل ما يمكن عمله من أجل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وختاما، فإننا نجدد دعواتنا الصادقة إلى فتح مسار للحوار الوطني الحقيقي والقادر على إيصال كل الأطراف إلى محطة الحلول السياسية الوطنية التوافقية والتعاطي مع هذا الخيار الذي لا مناص منه كضرورة وطنية واجتماعية وإنسانية. وبدون أدنى شك إن مثل هذا الخيار يحتاج إلى إرادة سياسية ونوايا صادقة يمكن ترجمتها على خطوات إيجابية لتبريد الساحة والدفع بها في اتجاه التهدئة السياسية والإعلامية وإشاعة أجواء الثقة والأمل ووضع بلدنا على سكة الأمان والاستقرار وتحسين وضعنا الداخلي في وجه كل المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية. كما لا بد من إعادة تنشيط المسارات السياسية التي تعزز الديمقراطية وتحترم الحريات وحقوق الإنسان وتعطي من قيم المواطنة المتساوية. وفي ذات السياق الوطني أيضا ندعو الجهات الحكومية الرسمية إلى معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الخانقة
التي باتت تشكل عبئا ثقيلا على المواطن، وفي مقدمتها أعباء رفع الدعم والأسعار وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدلات البطالة وفرض الرسوم المرهقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتداعيات ارتفاع الدين العام التي باتت تتفاقم جميعها. وندعو لمعالجة هذه القضايا بروح من المسؤولية الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامة الإنسانية. ونأكد في هذه المناسبة العزيزة على قوى التيار الوطني الديمقراطي على استعداد للقيام بدورها كاملا في الخروج من الوضع الراهن الذي يستنزف البلاد والعباد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو محور اهتمامها وحواراتها، كما أن يدها ممدودة بصدق لكل الجهود والمبادرات الخيرة والصادقة للعمل معا لتحقيق هذا الهدف. الرحمة والمغفرة لشهداء الوطن ورموزه القيادية المناضلة وعلى رأسها المناضل أبو أمل. التهنئة الصادقة لوعد في ذكرى تأسيسها 16، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.